الجمهور الشرويط راه معانا والله دوانا والله يخلي الحالة ديما زينة والله يغلب دراوش على منواو الله يقضي لي ما في الضمير الله يجعل واحد الدعم يجي من عند الله تعالى اللي غادي يفاجئ والهلا سمعنا اللي خلعنا الشرويط مرضي ولا ماشي مرضي بود لا مرضي الوالدين وانا عارفه مرضي الوالدين معاك انت الله عمر اسلع وانا راه انا راه من نطاق ديال الحرفه راه نوبه هكو نوبه هكو راه هذا هو هذه هي الحرفه ديالنا حنايا ولكن بالنسبه للمعقول الله عمر دار ولكن المعقول واحد القضيه بودريس امسي راه كيصاحبو ولدك دابا ايوا راه ولدي لا ما عرفتي خلاه الصحراوي راه ولدي هادي تبارك الله على خويا شرويط الله يحفظك تحيه للناس العراعي الله يحفظك تحيه للجواكه ديالك تحيه لولاد شعيب ولاد شعيب العراعي ولاد شعيب العراعي تحيه للجواكه كاملين اللي ما قدروش على التحدي تحياتي لكم التحدي تعلن وما قدر حتى واحد الله يعافيك وصراحه بدريس راه المرتبه ديال الواليد عندي اقسم بالله المرتبه ديال الواليد عندي شحال من واحد كيدوي معايا كيقول لي شو نفس الطاج كيقول لي بودريس انت خليتي كيدير بودريس كيدير خوك عمر كيدير هادي كيما هاد الناس اللي كنقول لهم اودي بودريس راه في المرتبة ديال الوالي احترام وتقدير واحترام اللي كتقدر بودريس ما كنحترم حتى شي واحد اخر اللي في الحرفة كنقول انا على الحرفة ابار على الناس اخرين الله يدير الخير واسي شروي اخويا غادي تقول لي واحد القضية ما هي بودريس غادي تعاودها للجمهور كيفاش اخويا نهار الاول كيفاش تعلمتي الركوب كيفاش تعلمتي الركوب نهار الاول انا نهار الاول كيفاش تعلمت الركوب انا تعلمت الركوب باقي ديك الساعه ما تعلمش الركوب ديك الساعه باقي كنقرا وكنمشي مع الوالد عندي للصور الوالد عندي حارب شرب قال كيف عشتي ربي ويا ربي تسمع ليا كنت كنكذب على واحد الاستاذ الله يرحمه قلت الاستاذ راه غنمشي مع الوالد غندي معاه واحد البهيمه كذا هو الوالد عندي راه الله فوق مني كاينه البهيمه الاول وكنمشي كندور في السوق وكاينين الناس من حدانا حنا كيشريو البهايم منهم حتى الدرود عمي رشيد كنوجد لك واحد ديديكاس من هاد المنبر هذا كنمشي معاهم السوق رشيد كيشري الخايل كلشي الناس بيعوا وشرعين نتعامل مع هذا اللي باغي يقول شي بهيمه كدير العروبيه على رجليها تبقى غادي نركب على البهيمه نطيح النوض هادي بقات العلاقه بحال ما هو صافي ولينا نركبوا وداك الشيء دخلت للسوق حلينا عويناتنا في بودريس في ناس كاين ناس زوينين وكاين ناس خايبين ماشي انا حيت مع بودريس دابا كنشكرهم بودريس اقسم بالله العلي العظيم تا بودريس من احسن الناس كندورك على البيع والشرايا من احسن الناس بيع وشرايا حيت علاش كيبيع ويشري قدامك حتى تلقى ناس خدامه حيت هذاك الشيء على المباشر العموم كامل كيشوف حيت عاود كان فيه شي ديب ولا شي حاجه ما يعقلش عليك بودريس ما غايديرش عليك قناه كاع باش تشوف التلاوي والله يدير الخير والله يقسمنا مع الرجال تحيه لعمر واشرف والاء الشرويط نهار اللي تزاد الحرفه كان صغير كنشدو ونشدي وديناتو ملي كان صغير شي كان يجي مع باه ويجي لا تركي وكي كل ورقي راه ولا لاباس عليه وبدريس كان بدريس كيقول لي اش عاجبني فكيقول لي ما كنتوما راه غير وديناتكم صغير وري سبحان الله سبحان الله والله يسهل عليك بدريس امين الله والله يغلبك على من عاداك امين وانا نقول لك واحد الكلمه انا قد واحد من ولادك اللي حسدك يخلي لك الله يحفظك وحنا هادوك اللي حاسدين الله يعطيهم الله يعطيهم امان وفي خواطرهم الله يهديهم على نفوسهم ما نعايروهم ما والو تحيه لكم هادوك اللي ما يحملوش بادريس وراه معروفين تحيه لكم الله يسهل عليكم اش قال الرئيس خويا التحدي راه باقي اخويا ياك اخويا اخويا باقي التحدي وانا كنقولها حنا ما كن كنعايروا حتى شي واحد وما غنقول حتى شي واحد اي واحد بغى العوده هو موجود كياكل كيشرب مصيون اللي قال شي حاجه يجي مرحبا به يجي مرحبا به العود ما غيتقلب عليك ما غيدير بك حتى حاجه انت جوكي محترم براسك باغي تحدى معنا التحدي خدم شي خدم اخويا العود اركب دير عود وجيبي قدام الجمهور قدام الجمهور ويحكموا عليا انايا ها هو بدريس ها عمر هانتوما المشاهدين كاملين والله اخويا تتذبح وتا انا اللي ركب هذاك السيد وتحداني في هذاك العود يحكم عليا باش ما بغى
واسمح لي نقول لك واحد. قول اخويا عمر. إذا تحداك انت دابا شي واحد في الجمهور عنده شي عود قال لك تعال اركب على هذا. اركب عليه. ما تكيش المشاريع. ما كاينش المشاريع. وهانتوما الدراري كتسمعوا كاملين كاع الجواكه اللي بغى يجي يركب مرحبا. راه شتا واحد اخويا ما قدر يجاوب. اه هما. كيفاش اخويا؟ راه كاينين الناس ما عندهمش يقول لك اي واحد كنقولوا له بحال ما كنت كيشوف هذاك الفيديو كيمشي. ولكن انا باغي شي حبيب ما يكونش عنده الشعره ديال الخوف. ما يكونش عنده شعره الخوف. حيت علاش؟ اللي يدعم القوه كيموت بالضعف. حنا ما كنحقروش بنادم رجال ما كتحقرش. ولكن جي خويا مرحبا بك. خاصك البراتي. مرحبا بك ما تسالنا الا مرحبا. مرحبا. وبادريس حنا غنديروا التحدي مع بعضياتنا. اللي بغيتي 1000 درهم 2000 درهم ما عندناش مشكل. هي بادريس راه بغى يقول واحد الكلمه قال لك اللي جا شوف هو شحال اش باغي يدير معاه. دوا بادريس. عاود فكر جمهور بادريس. شوف جمهور. حنا عندنا هذاك العود راه الشواكا معروفين اللي كاينين في سلا وكاينين في الخميس. ما جاوبت واحد ما قدر يجي. اللي كاين في سلا وكاين في الخميسات غادي يجي غادي يجي غنخلص له انا الكار ولا الطاكسي ولا السير كامل عليا والطاجين سمعتيني والفاصمه والضوء الحمر حتى هما غنخلصهم سمعتيني وغنوقف لي الطوموبيله حدا راس المحرك. إلا تكربع غنهزو ندير السبيطار ومرحبا اللي قال انا راسي جي بغيت على شي واحد يتحرك في هاد الشواكه شو ما بغاش ينزل لي على شي لابد على الشرويط اخويا الشرويط اخويا اخوت الشرويط باش كيعجبني انا راه عنده الطاقة عنده رضاة الوالدين انت مرضي في حياتي انا كنعمل هاتا وجمهور هاد الكلمة كيقول لك كلهم كيجبدوا الافعال ديالي اول حاجة مرضيين مع الوالدين وثاني حاجه لا والله لا مرضي بالله شوف بحال الناس بحال هاد الناس هادو ماشي حيت انا معاهم دابا كيقول لك لا الشرويط وقيل كذا بادريس وحق من بعث محمد عندي جوج وليدات هيبه وياسر ما نسمعش انا كلمه بابا في هاد الايام هذه الا من اطيب الخلق اللي كيهضر في بادريس ويقول لك لا فاعل لا تارك عاشر بنادم وجي ريح مع بنادم وشوف بنادم اش كيدير الناس الجلد كحل ولكن القلب بيض الحمد لله بيض الله يرحم الناس اللي تسنا معاهم كانوا يعرفوا بحقنا الله يرحمهم ورا كاينين الناس اللي كيعرفونا وكاينين الشيران اللي ساكنين حدانا كبرنا معاهم وحلينا عينينا وسط منهم الناس ديال درب غلف راهما غاديين يكتبوا في الكومونتير واحد القضيه بادريس ماشي تذكر الجمهور بها بادريس راه هو كان جوكي كان عنده سبادريه وسروال الجين والعاود اللي قال انا راسي كي والجمهور وباقي مازال دابا بادريس دابا اللي بغيت هو اي واحد في تقاده ثاني مع بادريس بغى يتحدى بادريس انا خليه بادريس انا رشم على بادريس واخا برزقه انا رشم عليه اللي تحدى بادريس انا رشيت شي انا مشيت عنده المحاله وسط وليداته انا رشيت شي تصاور معلق بادريس كنكذبش عليكم انا كابري مكابر بحال هادشي اللي كتشوفو دابا معايا انا دابا بادريس دابا شوف شحال قداش وباقي دابا كيجيب خيل وكيركب عليه في المحل ولكن عمر الا بغيتي دير مزيان مع الجمهور وريهم هذاك الكابراج راه كاين وريو ايوا هاك وين يا بادريس قوليا هذاك العود القمري اللي قلتي عصالك قبيح تالي ركبتي عليه من الدار من درب غلب تالي حتى الحي الحسن حتى الحي لا هو هذاك اللي ما بقاش يقود سيدي رحال سيدي رحال ضرب عليه واحد 50 كولومبي سمعتيني ما بغاش يعطي الراس السبرديله وزاد عليه والله عاش خرج سيدي رحال مع 6 الصباح 6 العشيه لقاتني في ليساس سمعت غلب خرجت ايوا تحيه للجميع هانتوما الاخوان اللي كيعرف شي جوكر يوري هذا الفيديو ويقول لي جي مرحبا بي هانتوما الجوكرات كاملين دابا البرقيه مفهومه وتحيه تحيه واللي بغى يجي مرحبا به وتحيه للشواكه ديال المغرب كاملهم واسمح لي قبل ما نقطعوا نقول تحيه دريس موزو راه قال لك غيجي الى لا محال قال لك غيجي لا ما غايجيش حتى مولاي دريس الى جيتي حتى بادريس لا راه قال لنا بادريس 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 ما كنتيش معانا حتى بادريس انا كنقولوا هضرتك انت اللي قلتي قال لك حتى بادريس دريس موزون قال لك انا غنركب على هذا العود قال لك شو واش قال لي اسمع قال لك غنشد الصراع غنشد الشركات في هذا الليل وغنشد البريكه والكارو في هذا الليل اون فوا يتعلى بيا العود غنشعل الكارو وتتبو دريس اون فوا غيتعلى العود
بدريس غايجيب لابيلانس لا فواتير لابيلانس اخر ركبه في الحديد هي لابيلانس ما بغاوهاش كاب بدريس انا ما كنبغي حتى واحد جي عندنا مرحبا بك بحال جي عند خوتك واصحابك راجل مرحبا مرحبا وانا جا مرحبا بي غتخلي يدير معنا تحيه للجواكه ولا بغى يدخل المعمعه يدخل مالو وقري نيفا مين نيفا دير معنا اليوم اوه ها هو عمر دير معنا اليوم قول ابو ادريس اش كتبغي لي تما المرمرات شي قليني فا كذاب المهم هانتوما الا كان قليني فا ان شاء الله غادي يجي المهم الفلوق الجاي ان شاء الله غنقول لكم قليني فا هو جا الا جا رحنا غنديروا فيديو ما جاش رحنا غنقول لكم اللي كاين غنقول لكم وتحيه للجميع وتحيه للحباب رحنا ديما ضاحكين وناشطين مع الخوت والصحاب واللي بغى يجي عندنا مرحبا بيه والخوت تحيه للكبير والصغير وتحيه لبو سعيد وتحيه لخويا سعيد الله يشافيه والله يجعل الله تعالى له اللي يعطينا شي حاجه اللي تخلعنا في خواطرنا والله يفاجئ علينا من هذا الغلا والله يدير شي مخرج ديال الخير للمسلمين ابو ادريس واحد بغيناك حتى تقولها انا ما غنقولهاش انا حتى اللي غتقولها واحد عيون الوالده والوالد تعارفنا شادين مع الدم الطابع وما عارفيني انا جمهور والله ما نكذب عليك والوالد راه كي غيكونوا تما في هذا الفيديو ما غيتلا غيسمعوا تما الوالد عارفاني شي عند بدريس الوالد عارفني شي عند بدريس والله حتى كيدعوا معايا كيقول لك سير الله يسهل عليك لا تلف بدريس والوالده والوالد الله يخليهم في جناح سيدنا محمد يا ربي امين الله يجعل الله تعالى يخليهم لك وتكبر في عزهم وبغينا له لي خطي عليك والده والوليد حتى الله يخلي لك وليداتك الوالدين هما الحياه هما الدنيا هما العينين هما العيد هما الدنيا هما الماكله هما النفس هي اللي كطلع وتهبط هما الوالدين لهلي خطي علينا الوالدين ايوا هذا هو اللي كاين اخويا شروين والله يدير خير اسمح لي قبل ما نقطعوا بدريس غادي تعطيني واحد جوج دقائق غتقول لي الجوكيرات اللي كانوا فاش كنتي انت صغير ولا فاش دخلتي السوق الجوكيرات اللي كانوا وسعيد كان واقع الجوكيرات اللي كانوا كان سعيد الله يذكره بخير وسعيد 15 هو الاول وكان سيدي العالمي وكان احمد ود رحال وكان سيدي بوات ذاك العرعاري العرعاري وكان ذاك خو العالمي محمد الله يرحمه كان محمد بسيكير خو العالمي كان من ركاب القصيدي وكان عبد الكبير وكان بوب شعيب كان بوب شعيب ود العسكري كان من عبدة كان ركاب هذاك ابو ادريس اسمح لي نقاطعك بار ركاب قلت لي كان العود لي ما كيزيد ما غير هذا كان في السوق يركب هذاك كان في السوق كيركب على العوشي في المغرب العود في المغرب اللي كيحرم كيدي على الدوله ديك الراجل كيجيبو ميس كان تيجي عندنا كيوقف عليه تحيه للوليدات ديالو باب شعيب انا ديما كنشوفو باب شعيب وخرب بدريس كان صديقنا الله يرحمه ويرحم الناس كاملين ولي الخيل ولي ما عندهمش الخيل الله يرحم جميع اموات المسلمين قلت لك اسيدي وكان بلاتي وكان واحد الدري ودهراوين كان يقول لي طارق وكان سعيد وقنينيفة هو ركاب وكان سيدي وكان واحد الدري ودبر مذكور اللي كان يبيع ويشري في العودات ياك اللي كان عنده الشعر كان يجي عندنا عمر عرفتي كان جا عندنا واحد وكان عزيز ولد مويمتي تا هو ركاب كان خطير عزيز ولد مويمتي ايوا وتحية لهاد الناس كاملين وتحية لها بزاف ديال الدراري ديمات الله يرحمو اللي باقي الله يشد ليه بصحيحته ولا ابو ادريس فاش كنت كنجي معاك في الصيف فاش كنت كنطرق كنت كنعرف الخماسي وكان سيدي بشعيب كان سيدي بشعيب في الخميس تاع السلق سيدي بشعيب كان واحد الشويباني كان العود ملي بدا يتحير هو يدير راسه بحال هكا وكان سيدي هذاك الدردور توا راه قديم وكان وكان واحد الدري من فاس اسمو هذاك اللي من فاس هذاك اللي كان تلاقينا مع مؤخرا تلاقينا مع مؤخرا اسمو كاع رشيد ولا ما عرفت اسمو حتى هو كان ركاب واعر وكان سيدي بلاتي والعزوة حتى هو راه قديم سيدي محمد والدراري هادو اللي كاينين دابا هما اللي كاينين
وتحيه الكبير والصغير. تحياتي للجميع. شواكا بغيت نشكركم كامل جميعا كامل. وتحيه باش انا نطمن واحد الدري تا هو مسكين غبر ودبل الحسن الحسين وميمو تا هو غبر. ميمو كاين ميمو ميمو ومن هنا غنودعوكم وتحياتي للجميع. مرحبا بكم. هاد النمره هي غنكتبها لكم هنا ديالي وديال الشرويط اللي بغى يجي. مرحبا و1000 مرحبا.